معي من تونس سهيل العيدودي، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد العاطلين عن العمل. مساء الخير، اهلا بك معنا سيد سهيل. بداية، لو نقف مع حضرتك على النسب فيما يتعلق بالبطالة في تونس التي رصدتموها. هي نسبة البطالة اليوم في تونس يعني تجاوزت 6% منهم حاملي شهادة عليا، ونتحدث عن تجاوزت بس لأنه نعم حوالي 300 ألف معطل عمل من أصحاب الشهادات، وحوالي 900 ألف من عموم العاطلين عن العمل اليوم في تونس. هذا الوضع في حقيقة الأمر يعطي نتيجة أنه البطالة في تونس اليوم لم تعد ظاهرة، وإنما هي معضلة وتتطلب حقيقة حلول جذرية وواقعية بعيدا عن يعني ما نلاحظه وما تقوم به الحكومات المتعاقبة بعد الثورة. حقيقة هي مجانبة تماما لحل ملف البطالة في تونس، وغير قادرة نتيجة هي برامج واضحة وسياسات واضحة يعني تواجه فيها الاسباب الحقيقيه معناها تفشي ظاهره البطاله او معضله البطاله في تونس، وخلق بديل تنموي حقيقي يخرج البلاد معناها من هذه الازمه. طب بما انك ذكرت الاسباب، انه عدم الوقوف على الاسباب الرئيسه، وطبعا لانه ايجاد جذور الازمه قبل اهم شق، ما هي الاسباب؟ يعني في طبعا كثير عوامل، وضع اقتصادي، في اعتماد على طبعا وضع، بس في اعتماد على يد عامله ارخص، طبعاً. في يمكن كمان شق الشهايه التعليميه لا تتناسب كثيرا مع متطلبات السوق. دعنا نكون يعني على اتفاق ان البطاله ليست قضاء وقدر، وانما هي نتيجه خيارات سياسيه واقتصاديه تنتهجها السلطه معناها اليوم. هذا يؤدي الى وضع كما نراه اليوم. من الاسباب الرئيسيه للبطاله بطبيعه الحال هو اولا، لا دعنا نتحدث عن السياده الوطنيه اليوم في تونس. الحكومه المتعاقبه لا تملك سلطه القرار، لذلك نعتبرها مجرد موظفين يعني نفذ قرارات صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية المانحة. هي مجرد سلطة غير قادرة حقيقة على إيجاد برنامج ووضع برنامج واضح للتنمية والتشغيل في تونس. نعم. أيضا من ضمن الأسباب، وخاصة وهذا حديث مجمع عليه كل الأطراف بما فيها حتى أطراف السلطة، هو تفشي أو تحول الفساد في تونس من ظاهرة إلى معضلة. والفساد اليوم في كل مؤسسات الدولة، خاصة لدى رؤوس الاموال والمؤسسات السياسيه في تونس. اضافه الى ذلك، غياب سياسات تعليميه واضحه تتفق او تتوافق مع سوق الشغل. ايضا يعني غياب عداله جبائيه واضحه. اليوم الجبايه في تونس هي مسلطه كما نقولها في تونس على الزوالي او الطبقات المفقره، في حين يتمتع يعني رجال الاعمال في تونس بكثير من الامتيازات والعفاءات الجبائيه. كل هذا بطبيعه الحال اضافه الى عدد الاسباب كما قلت تتعلق بفتح بيع يعني خيرات تونس، خاصه من المؤسسات العموميه. نعم. والمنشات العموميه القطاع الخاص والتفويض فيها بابخس الاثمان. كل هذا بطبيعه الحال اضافه طبعا بيؤدي يفاقم ازمه البطاله. انا اشكرك، اعذرني على المقاطعه، من تونس سيد سهيل العدودي، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد العاطلين عن العمل.